بلادي يا بلادي، وما أحلاك يا بلادي، بلاد الخير، بلاد النجاح والناجحين، من شمالها لجنوبها ومن غربها لشرقها. كاين ناس كافحت ناضلت تحدات ولحقت، وبدعم دولتنا الغالية نجحت. يا مساء الخير يا العزاز علينا مشاهدينا الكرام. اليوم رح نحط الرحال هنا في ولاية الشلف. عددنا لسهرة اليوم رح يكون شبابي بامتياز، كيف لا وإحنا جينا عند هاد الشاب اللي حكايته حكاية. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في عدد جديد من برنامجكم أخدم وعول. اليوم مشاهدينا رح نطلعوا عليكم من ولاية الشف. حكايتنا هي حكاية شاب جزائري 29 سنة في عمره. تخيلوا كان هنا عنده 32 مليون، كان يخمم في الحرقة ويشري فيزا. بعدها سبحان الله ربي هكذا فطنه وهداه، وبهذيك 32 مليون حولهم إلى مشروع ناجح، إلى أكبر شركة توصيل هنا في شلف. اليوم من مشروع حرقة إلى مشروع 12 دراجة نارية، يخدموا لليفغيزون، يديروا كل ما تحتاجه المرأة خاصة في بيتها. طبعا تفاصيل كثيرة ومهمة رائعة رح نعيشوها معاكم بكل تفاصيلها الآن. عبد اللطيف من ولايه شلف، من مواليد 1994. من هذا المكان كما تشوفوا فيه بديت مشروع صغير، مشروع توصيل لا ليفريزون. هذا عبد اللطيف كان خدام عند خوه، وكيما بزاف شباب كان يشوف انه اوروبا هي الجنه، وتفكيره كان كامل باش يجمع مبلغ الفيزا ويحرق. الدراهم اللي كانوا عندي خممت بهم باش نروح ندير بهم دوسي تاع فيزا، بالك باش ما يعطوني فيزا ولا نروح نهاجر لبلاد واحده اخرى. الحمد لله يا ربي درت هنا سيت المشروع تاعي هنا في الجزائر، قلت على ربي عولت كما عولت وفتح علي يا ربي والحمد لله يا ربي، فتح علي يا ربي والحمد لله، فتح علي يا ربي والحمد لله يا ربي. المشروع هذا باش بديته انايا بديته وحدي، حتى واحد ما كما نقولوا احنا ما خدمت الاخ، بالك الاب تاعي عطاني مبلغ شويه من المال، الام تاعي فان كذلك اللي نحييها بزاف بزاف، هي عاونتني عطتني مبلغ من المال اللي ما نساهمش طول حياتي. الحمد لله يا ربي، كنت كيما يقول لك انسان مش عارف روحه اش راح يدير، انسان مش عارف روحه اش راح يدير. كنت خممت بنحرق، درت كاع صوالح، درت كاع خممت يجيك هذوك المخي، قلت انا كيف هذوك الانسان راه يكبر لازم يدير مستقبل روحه. والحمد لله الناس اللي ونمد ميساج، شوف خاوتي نمد ميساج للناس اللي جان هذو، اخدم هنا في بلادك، خدم عادي نورمال عادي، مادام حذا والديك هنايا تخدم حذا والديك وخدمت قدامك انسان يقول الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. لكن ولانه بلادنا الجزائر بلاد الخير، هاد الشيء خلى عبد اللطيف يبدل رايه ويخمم انه يدير مشروعه الخاص في بلاده. كنت خدام قبل مع الاخ ديالي في المحل، وضروك درت مشروع بمبلغ صغير من المال، درت لا ليفريزون يعني شركه توصيل. كنا كيما نقولوا بديت بثلاث دراجات ناريه، والحمد لله يا ربي فتح علينا ربي، كبرنا في الاسطول تاعنا ورانا في 11 بيسبا، في 11 دراجه ناريه، والحمد لله يا ربي كيما نقولوا داروا فينا الناس ثقه، تعاملناهم كل معامله كيما المنازل تاعنا، كل المنزل تاعنا، ودركا الحمد لله يا ربي. من هنا وفي هذا المكان وبالتحديد من هذا الرون بوان بدا عبد اللطيف حكايته، وبمبلغ 30 مليون فقط دار مشروعه الخاص، وبالصدق والنية والمثابرة كبر المشروع دياله ودخل معاه في العمل شباب كثر. خممت في هذا المشروع باسكو شفت بلي ناس شلف محتاجين للتوصيل، وناس شلف ناس واعيين. الحمد لله يا ربي حد لهذ الساعه ما تلاقيناش اي كوموند انيلوها من عند الليفرار ولا عياوه ولا اي حاجه. الحمد لله يا ربي بديت بمبلغ من المال 32 مليون، اللي هو مبلغ اللي قدرت الحمد لله يا ربي نزيد فيه ذاك المبلغ، ورانا وعندي دراجات ما شاء الله ربي اللي نقدر نقدم طلبيات للسكان ولاية شلف. بديت بلا روجيس كوميرس، بديت وحدي عادي، ودروك الحمد لله درت روجيس كوميرس تاعي وكريت بيرو، وراني خدم ناس ما شاء الله معايا كونفيونس الحمد لله يا ربي. الحاجه اللي خلتنا نديروا فينا ثقه هي المصداقيه تاعنا، كيما نقولوا احنا تعاملنا مع ناس يخدموا في المنازل تاعهم
اللي فاني نكوراجيهم ونقول لهم ما تفشلوش. كاين نساء يخدموا في المنازل تاعهم، يخدموا الحلويات، نخدموا معاهم، يعطونا لي كوموند بدون، كانوا يعطوا لي كوموند بدون مال، يعطوا له كوموند بدون مال، داروا فينا ثقه، يروح للليفرار يوصل لا كوموند للكليونت، تعطي له دراهم يعاود يرجع على دراهم. هذه الحياه اللي خلات الناس تدير فينا ثقه والمصداقيه، كما نقول لك المصداقيه. اليوم راح نعيش معكم تفاصيل كثيره ومثيره جدا، وما راحش نكون وحدي طبعا، راح يكون معنا هذا عبد المؤمن، هذا الشاب الجزائري. مساء الخير، واش راك عبد المؤمن؟ لاباس؟ شلف صافي بخير؟ وحشناش لف، عندنا بزاف ما جيناش. الله يخليك. دونك مشاهدينا، عبد المؤمن شاب جزائري كذلك، راح يخدم لا ليفريزون طبعا، كما هو كما كثير من الشباب اللي يمتهنوا هذه المهنه باش يكسب قوت حلالي ويعاون روحو ينافيغي كما يقولوا لي جان. دونك راك واجد عبد المؤمن، راك واثق فينا في برنامج خدمه معول. تري بيان، اليوم حبينا نبداو مباشره مع عبد المؤمن باش نعيشوا هذه التجربه، وان شاء الله طبعا ربي يوفقه ويسهل له اموره. يلا نتكلوا على ربي. انا نشوف عبد اللطيف ديجا بدا يخدم. يلا نلتحقوا بعبد اللطيف. السلام عليكم. سامحوا لي حنقطع لكم البريفينغ تاعكم. مساء الخير عبد اللطيف، بخير؟ لاباس؟ واش راكم؟ بخير الحمد لله. لازم نقول للمشاهدين رانا في سونتر فيل تاع شلف، بمعنى راهي كاينه حركه كثيره وهضره كثيره، دونك لازم تتاقلموا مع الوضع. هكذا عبد اللطيف، قلنا عبد اللطيف هذا هو صاحب شركه التوصيل هنا في الجزائر. الو جيب لي، الو جيب لي، جيب لي خضره، جيب لي بطاطا، جيب لي الريحه في ولايه شلف طبعا. عبد اللطيف راح ناخذوا معك اليوم هذه التجربه في برنامج اخدم معول. انا اليوم حبيت نولي ليفغاز. مرحبا بك. هكذا مرحبا بك. ومايش حنكون وحدي، يكون معايا عبد المؤمن ولي جون تاعنا طبعا. تكلنا على ربي باش نبداو الخدمه، ولكن قبل هذا نعرفوكم بعبد المؤمن، طالب جامعي، وكاول تجربه ليه في ميدان العمل راح يبدا الخدمه معانا اليوم كالعاده. هذا قلنا نروح عند البوشي، هذا نروح عند سيتي شوب، وهذا نروح عند لافرماس. سي بون خويا. اليوم معكم عبد محمد عبد المؤمن، عندي 22 سنه، عندي شهادة، متحصل على شهادة ليسانس في المحاسبة ونقرأ ماستر آن في المحاسبة. اليوم جيت نبدأ الخدمة عند عبد اللطيف خويا ونسي خدمة على الليفريزون فور لا بريمير فوا. أول خطوة هي أنه عبد المؤمن يخضع لأنتروتيان، مقابلة مع عبد اللطيف. هذا الأخير بدوره رحب به وقدم له المعلومات اللازمة وتفهمه باش يبداو الخدمة غدوة إن شاء الله. الأخ المؤمن واش دير في حياتك؟ نقرأ ماستر آن في كونطابيليتي. الله يبارك أخوان. تعرف أماكن هنا في شلف؟ نعرف. خدمت على ليفريزون قبل ولا؟ جامي. جامي خدمت على ليفريزون. عندك سوابق عدلية من قبل؟ لا. في هذه الخدمة لازم تكون كونفيونس، باسكو رانا حنا نتعاملوا مع ناس يعطونا دي فالور، قادر يعطونا دراهم، قادر يعطونا ذهب، قادر يعطونا أي حاجة. لا كونفيونس هي الصح في هذه الخدمة. تقدر تبدا معنا اليوم الأخ مؤمن. بلي انت انسان كونفيونس. خاطرك شي لطيف. وصلت مع عائشه عند عبد اللطيف، استقبلني وثان سقساني اسئله، شحال في عمرك، الا عندك سوابق عدليه، الا تخدم، خدمت مقبل ما خدمتش. ايا من بعد هبطني ورى لي لاموطو كيفاه، زاد ورى لي الخدمه كيفاه الدور، كيفاه نتعامل، اسكو عندي بيرمي، اسكو ما عنديش. جا عندي مؤمن اليوم كما شفتوا، درت له اونترونتيان، سالته بعض الاسئله، وكان عنده سقسيته على البيرمي تاعو، الحمد لله عنده كاع المتطلبات باش يخدم ليفرير، راه خدام يدخل معنا في المجموعه يبدا يخدم ما شاء الله. سورتو كيف في الجزائر خلاص ولات عندنا ثقافه تاع الو جيب لي ليفرير وتو سا. دونك مع كامل هاد لي جون راكم واجدين؟ صح. انا المشكل كيفاش نسوق موطو. باغي تسوقي موطو؟ اه لازم ندير ليفريزون اليوم. تعرفي تسوقي؟ حد علمو اليوم. مرحبا بك. خافوا تاع طيح برك هذا ماك. لا لا اذا طحت نولوا في الميمز. يلا معليش نبداو نتكلوا على ربي. واش عندنا اول وجهه؟ مازال ما عيطولكش، كيفاش لا كوموند؟ اول وجهه هي الجزار بوشي. تخي بيان بوشي. حنا مازلنا مكملين مع عبد اللطيف وبدينا الخدمة. على بالكم ما شاء الله تليفونه ما يحبسش، والطلبات أيضا، لأنه كسب ثقة كبيرة هنا في الشلف. نستقبله يوميا مكالمات من كل الجهات، كوسميتيك، ريستورون، مواد غذائية، كان كيري يبعثنا من ذاك واحد يطيح اونبا في الخدمه ولا يعيط لنا. لا فارماسي في الليل، كاين ناس يطيح اونبا في الحليب تاع وليدها ولا تقول لك حليبي، تعيط لك تقول لك جيب لي حليب. نهار اللي بديت
كانوا يجوني 10 مكالمات في النهار، دوك الحمد لله راني نستقبل المكالمات من 42 مكالمه حتى ل 50 مكالمه. كما قلت لكم لي كوموند كي يدخلوا عندي في الهاتف تاعي، الليفراد اللي يكون ليبر اللي يكون ديسبونيبل يعني نبعث له انايا لا كوموند تاعو يكون ديسبونيبل. كل ليفرا نقسم عليه الطلبيات على حساب الليفرا اللي يكون ليبر واللي يكون قاعد. إذا مشاهدينا رانا في مكتب عبد اللطيف، راح نشوفوا كيفاش يتم تلقي الطلبيات بعدها استلامها وتوزيع المهام على الموزعين. طبعا هكذا عبد اللطيف راح تشرح لنا وراح نشوفوا معنا المشاهدين كل التفاصيل. الو السلام عليكم. كيراك الاخت لاباس؟ تفضلي مدام، واش عندك معك؟ سيرفيس ليفريزون. الو جيب لي 100,000 سكالوب تاع داند، سكالوب داند 100,000 فيون داشي ماشي، و داكور ماشي 2 كيلو دي كيلو بطاطا ماشي مشكل مدام. دوك نتصلوا بالليبرار ويجيب لك لا كوموند تاعك حتى عندك مطعم. ميرسي، بارك الله فيك. اذا مشاهدينا كما راكم تشوفوا المتصلين يعني حتى باش يطلبوا اللحم يروحوا عند قديمهم عند البوشي عند الخضار كلش ديروا كاع كلش عند البوشي عند الخضار نديروا بزاف دي كوموند خدمات فوالا بزاف خدمات نقدموهم للزبائن تاعنا. انني في الدار حبيت عند البوشي حبيت عند الخضار حبيت من لا سوبيغات نقضي. انتم كي تقضوا لي كيفاش تخلصوا كيفاش يتم الدفع؟ نخلصوا باموالنا الخاص ونجيبوا البون للكليونت باش يكون مقتنع بالامر هذا ونزيدوا عليه لا ليفريزون الخدمه اللي زدنا عليها احنا، ولا ليفريزون تكون على حسب الموقع اللي يكون فيه الانسان. نخدموا غير شلف؟ نخدموا غير شلف فقط، شلف فقط. جدا. ان شاء الله توسعوا راكم تخموا انكم ان شاء الله. ان شاء الله. الحاجه اللي راني ناويها انه لجان نخدم لجان باش نمد الميساج هذا للجان، لازم يسعى الانسان يسعى انسان يسعى انسان ما يفشلش. ميم تكون عندك دي بسكوتير وخدم وتعول على ربي حاجة ما راح يضرك تخدم ما شاء الله وتجيب نهارك كيما يقول لك ما شاء الله. طبعا عبد اللطيف انا نخليك تكمل الطلبيات تاعك بعدها نخدموا لا ليفغيزون هكذا خويا بالتوفيق ما شاء الله. وصلتنا الطلبيات وتكلنا على ربي واول طلبيه قضيان من سوبيرات اديتها انا هاد الطلبيه. ايه ما تضحكوش لانه كانت تجربه رائعه جدا. يلا هذا هو سكوتر نروح فيه. هذا هو سكوتر اش انا خايف على انا خايف عليك التجربه باسكو مش سهله. كاين بزاف لي ليفرار يصراو لهم حوادث بزاف بزاف كاين اللي حتى يلحقوا يتوفاو والله العظيم. الله يستر هذاك مكان ان شاء الله فيها خير. احنا معنا دعاوي الخير انسان هذاك مكان غير بالعقل. اعطيني كاسك ماشي مشكل الخوذه لازم لنا الوقايه الخوذه انا حنسيي هذه هي الصح وهذه ما سقطتش المهم المحاوله هذه هي الصح هذه انسان اللي نوصل ليه ليفرار لازم دير الكاسك. لازم الانسان لازم يدرك. ركبي ركبي روحي ركبي ما تحش ما تخافيش جيبيها عندك في الوسط جيبيها منها عندك. أول مرة نسوق في هذا الراجع وبعد عناء كبير وطويل في الكواليس وطبعا وراولي وقدرت نوضها ونقلع بها شوية فقط. لحقنا هنا لهاد السوبيرات ديت القائمة وبديت ندور ونحوس ونقضي كملت حتى لحقتها لأصحابها. شاريو هذيك هذيك اسمع قول ما تمد لي لاليس لازم نقول للمشاهدين صافا صقت شويه هذيك الموطو وتريشيت بزاف من لحقنا لهنا صافا سلامات سلك شويه الحمد لله راكي بيان راكي بيان صحاب الموطوات بالك وعلى راسكم بالك وسوقوا غير بالعقل مي يعطيكم الصحه ليكيب. المهم رانا لحقنا لهاد السوبيرات باش نشريو واش لازمكم كوموند. حبيت نقول لكم انه هايله هاد الخدمه حاله لو كانت تكوني قاعده في الدار تحصلي بالك كاين راجلها يكون خدام يكون بعيد حاصله مع الدراري اي توسا تعيط كيما قالوا جيب لي يقضيوا لها كلش يلحقها حتى لباب الدار. دونك اليوم حنخدم لا ليفغاز وحنشري لكم وتلحقهم طلبيه حتى الدار هكذا واش تقول لهم؟ طبعا واش تقول للناس؟ حاجه مليحه حاجه مليحه فوالا سهلوا نقص عليهم على كاين الناس ما يقدروش يتحولوا من البيت تاعهم كاين اللي يكون عنده خدمه امورات يريح في دارو ونلحق له لاكوموند حتى لباب الدار. صحيح وسي وزافي غوماركي المشاهدين من خلال برنامج خدم معول
كاين غير الشباب في البرنامج تاعنا، وهذا البرنامج هو حافز ليكم نتوما بالاخص الشباب، سواء كنتوا اناث او ذكور، حنا نشجعوا الشباب كيما عبد اللطيف راهو يخدم ويخدم شباب. حبيت نقول لكم انه مع عبد اللطيف قول لهم يخدموا بالموطو ديالهم ولا بديالك؟ تقدر تخدم بالموطو ديالك، تقدر تخدم عندك موطو وجيت تخدم معنا، ماشي كاع مشكل. لازم تعول، مش حاجه كبيره، اخدم برك وعول وتكل على ربي. تكل على ربي. الله، احنا اليوم جبنا عبد المؤمن، وما كذلك اللي عندكم مطوات وريت الفت لكم ما لقيتوش وين تخدموا، طرقتوا كل الابواب. عبد المؤمن عبد اللطيف هنا في شلف، الو جيب لي يخدمكم وتديو بورسنتاج هايل. يلا منين نبداو عبد اللطيف؟ نبداو من لا سوبير دماغ القديمه. لازم تكون شلاده مليحه. لا خيرتها لك باش المشتري تخدير له حاجه شابه وكانني نقضي لداري. فوالا اكزاكتوم، هذه هي اللي خلت المشتري تاعنا العائلات يتصلوا بنا في اي وقت، يديروا فيكم ثقه. فوالا يديروا فينا ثقه. دونك هذا راس شلاده. راس شلاده فوالا نديروا هنايا. مازال في الخضره يزيدوا نص حبه هذا اللحم. نص حبه هذا اللحم فوالا، نص حبه هذا اللحم فوالا، نص حبه هذا اللحم فوالا. تليفونك ماكش لحق بلي كوموند. والله يعيطوا لي. معليش ريبوندي وانا يعني نخدم. حبيت نلحق غير ميساج مدام عشان. كاين ناس بزاف يعيطوا لليفرار، وهذا الليفرار يقدر يسبب حدث مرور. دونك انت يقدروا يعيطوا لك في التليفون كيما يقدروا يبعثوا لك ماسنجر. فوالا اكزاكتومون. في لاباج تاعك في انستغرام. انستغرام يعيطوا لي في لاباج انستغرام. انت تلونسي لا كوموند الليفرار. لونسي لا كوموند الليفرار اللي يكون ليبر. هذه باش الناس تفهمها، اللي يكون ليبر باش ما يطورش عليها. باش تمنحهم انه يستعمل الهاتف النقال خلال القياده. اكزاكتومون. جميل جدا. يلا مازلنا دوكا سته يا دونك هكذا مشاهدينا نجوزو لاكاس. طبعا عبد اللطيف يخلصوا لا كوموند هذيا، بعدها تروح لا ليفريزون يروح يليفري ديريكتومون. الوغ نخليكم تشوفوا كم هذه المرة كيفاش يتم لا ليفريزون. طبعا ما غاديش نروحوا نشوفوا الدار تاع المرأة كيفاش تتم لا ليفريزون، مي نحاول نقربوا لكم الصورة أكثر. تابعونا طبعا. سي بون نروحوا الموطو، روح ليفريهم في الموطو. سي بون لازم، هذا هو الحق صح. هذا هو الصح. البون عطيه للكليون، ليفرار يتقدم يعطي لها البون وزد عليها لا ليفريزون تاعها على حسب المكان اللي كانت فيه وعلى حسب البلاصه اللي كانت فيه. جميل جدا، هايله خدمتكم، عملك تسهلوا بزاف الخدمه على الناس. لا الحمد لله يا ربي، تلاقينا مع عائلات فهمونا عاونونا، عاونوا ليجان، عاونوا ليجان، عاونوا ليجان فوالا، عاونوا ليجان دعموهم. كما انسان ليفرار يجي ليه في الليل في البرد ما ينقصلوش ديك النيه تاعو، يزيد يحفزوا يحفزوا بميكانيكي انكوراجيه فوالا اكزاكتومون. والحمد لله وانايا رانا الاسطول تاعي راه يزيد يكبر يكبر بالعقل بالعقل ان شاء الله يروحوا بعيد. جميل، نروحوا نشارجيوهم في لاموتو. ماشي مشكل. تخي بيان. احنا نحطوا لا كوموند تاعنا مدام عائشة مع لو بون. لو بون فوالا، لو بون دائما تخافش يطيح لنا هنايا ولا فوالا نديروا في الجيب. Très bien. Voilà. Donc انا نخليك تات ليفري باسكو شويه سيتي ان في ديفيسيل وشويه دونجورو. ما عرفتش زين نسوق موطو. حنا نتبعوا بالطوموبيل، انا ماشي موراك مشكل. ماشي نحن مشكل. خلفك وامامك وندعمك. يلا لانك شاب جزائري وفخورين بك. الحمد لله بارك الله فيك. هكذا خويا عبد اللطيف، يلا اتكل على ربي وحنا نلحقوا. ماشي مشكل. إذن مشاهدينا كما شفتوا اليوم جوزنا نهار كامل في التوصيل. هذا العالم الصعب هو صعب ومتعب ولكنه فيه بنا هذا العالم. طبعا عبد اللطيف نقول لك يعطيك الصحه لانه خليتنا نعيش معك التجربه. ان شاء الله تكون عجبتك التجربه. لا لا هايله رائعه، ونشجع الشباب انهم يخدموها. وشنو لازم يكونوا حذرين في السوقان سورتو. عبد اللطيف على بالنا انه تليفونك ما يحبش بزاف لي دومون. الحمد لله يا ربي، الحمد لله الناس قاعده تحبنا قاعده تبغينا وقاعده دايرين فينا ثقه. الحمد لله يا رب. طيب بخير امين ان شاء الله. عبد المؤمن طبعا شوف انا اليوم خدمت ليفغاز، انت اليوم ان شاء الله التحق بهذا العمل مع اخونا عبد اللطيف. قلنا الشباب هكذا يتشجعوا فيما بيناتهم ويدعموا بعضهم البعض. اليوم ان شاء الله راح تبدا هذه التجربه نتاعك، راك واجد ان شاء الله. نواجد الحمد لله. نهار جديد بديناه مع عبد اللطيف، وهنا رجع مومن واجد ومتحمس، واول حاجه مدهالو عبد اللطيف موطو ورالو واش يدير وطلب منه تيست يشوف السياقه ديالو. تفضل تكل على ربي. ديرتو اي سي منا نسيوك اي سي منا. ا
هبطني لطيف درنا تيست شافني الا نقدر نسوق الموطو الاز ولا ما نسوق. انا عجبتني واصطرحت فيها انا مدام لطيف عطاني فيسبا تاعو وخلاني نخدم معاه تما راه داير فيها كونفيونس وانا عند المحل تاع الثقه تاعو ان شاء الله وما نخيبوش باذن الله. سيبو مومن عجبتني السوقه تاعك ما شاء الله. اليوم راك معنا خويا دروك عندنا ليفريزون مكتبه عندنا ليست باش نشرو كراريس بمناسبه الدخول المدرسي. اليوم نديرو ليفريزون معك مومن خويا ان شاء الله نتكلوا على ربي بسم الله. بدا مدلي ليستا بديت خدمت لا كوموند الاولى في المكتبه هو عطاني دراهم بخلص لا كوموند ومن بعد عاود رجعت ديت لا كوموند ووصلتها للماليه وهذه هي. انا عجبتني الخدمه المعامله مع الناس تتعامل مع الناس تشوف كاع لي كاتيجوري تلاقى مع كاع الوجوه وتعجبني انا اللي تعجبني انه ما تحكمش بلاصه وما يكونش عندك وقت بدير حاجه ابار الخدمه. والمليحة في خدمتهم أنه الناس هي اللي تتصل بيهم ويمدوا لهم واش خصهم وهما يتكفلوا بكل شيء. صرات لي اتصل بيا إنسان قال لي عندي مبلغ من المال قال لي راني حاب نوصله من المكان المكان مبلغ كبير بزاف اللي خلات الناس تدير فينا كونفيونس والحمد لله يبحثونا عند الحانوت تاع المجوهرات يبحثونا عند الحانوت تاع الهواتف النقالة يبحثونا عند الناس اللي كبير ما عندهم دراهم ندوهم البلاصة ورغم الناس يعرفونا والحمد لله يا ربي. أنا صراحة عجبتني تساعد بزاف ناس خاصة الخدامين منهم واللي ما عندهمش سيارة. لا ليفريزون هذه فيها مخاطر بزاف منها سرقة الدراجة النارية ومنها الناس اللي يجريسيو ليفرار ومنها وكاين حاجة الناس تأنيلي لا كوموند بزاف. هذا ليفرار ماهوش ليفرار هو راح يخلص من جيبو. انت كي تقول له جيب لي كذا جيب لي كذا ومن بعد تقول له خويا اني لي لا كوموند مش حاجه سهله. انسان دوك من الصباح يخدم يصور كيما نقولوا حنايا 200000 ولا 300000 ولا 250 تقول له اني لي لا كوموند هو واش باش راح يخلصها اللي مول الحانوت مول المحل مش راح يرجعها له ولا يعاود يخسر معاه ولا حاجه يتحملها الليفرار. اللي هذه هي الناس اللي تحب تكوموندي عادي تحب اني لي لا كوموند تقول له اني لي لا كوموند مش تخلي حتى كي يقضي لا كوموند من بعد تقول له اني لي لا كوموند. هذه هي اللي المشكله راه صار لنا بزاف هنايا. كمل عبد المؤمن الطلبيه ديالو ولحقها لاصحابها وهو راضي على الخدمه وعبد اللطيف كان فرحان به بزاف. مؤمن السلام عليكم عندك كوموند خدم مع السيد روح نبعث لك النيميرو تليفون تاعو كي تكمل لا كوموند تاعو عيط له وقول له راني جاي عندك. من خلال احتكاكنا الصغير هنا معاهم عرفنا أنه معظمهم جامعيين ومثقفين وكاين حتى اللي خدامين وزادوها كعمل إضافي باش يعاونوا روحهم وهو حال كادير. كادير لا كوموند تاع لا كاسكاد روح ريكيبيريها من لا كاسكاد. كاين ناس جاو يخدموا معايا راه خدامين معايا على كل حال مكملين قرايتهم عندهم لي ديبلوم عندهم شهادات يخدموا معايا وحمد وناس قاريين ماهوش يعني داروا مناصب شغل. هذا كيما نقولوا حنا دفعوا باش دفعوا دي سي في دفعوا صوالح باش يخدموا ما قبلوهمش ودوك راه يخدم لا ليفريزون يعاون روحه يخدم يصور لا جورني تاعو. كاين ناس خدموا معانا عجبوا هذاك الليفرار عجبوا مولا شركه كيما مولا شركه ولا مولا مصنع ولا عجبوا هذاك الليفرار بروبوز عليه قال له واش رايك تجي تخدم عندي انا يا الحمد لله كيما نقولوا حنا الليفرار المدابيه انا الليفرار اللي يخدم معايا يروح ما الفوق كاع ما اكثر. كادير هذا الشاب المثابر واللي رغم انه يعاني من اصابه في يده زاد بها الا انه ما منعتوش انه يخدم في مدرسه ويزيد يخدم التوصيل كعامل ثاني ويعاون بها روحه. وعلى بالكم كادير محبوب بزاف عند الزبائن. السلام عليكم معكم كادير في عمري 26 عام انا واسرقه في دارنا عندي نيفو تيرمينال خدام في ايكول الحمد لله انا دوك راني خدام في ليكول وضميت شويه دراهم وشريت بهم سكوتر ومن بعد دخلت في لاباج عند عبد اللطيف لقيتو عيطت له لقيت عنده خصو خدامه دخلت معاه خدمت معاه شافني درنا تيست شفنا الثقه من جيتي من جيتو الحمد لله يا ربي خدمنا ودروك راه عندي عام ونص معاه الحمد لله يا ربي. كادير فان ليفرار معنا فان يخدم معنا في المجموعه انسان فان ما شاء الله مثقف انسان مربي محترم وهو الانسان اللي دي كونفيونس فان انسان كونفيونس ما شاء الله نتعامل معاه ما الحمد لله يا ربي.
وما قتلكمش، حتى الماكلة يطلبوها الناس وتلحقهم سخونة وفي الحين، وعليها رافقنا كادير هنا باش يرفض الطلبية وتلحق الأهلها سخونة. عيطنا في التليفون عبد اللطيف يمدنا يعطينا لي كوموند، يمدنا دراهم باش نخدمو، نروحو نخدمو مع الناس ونوصلو لي كوموند للناس. وهذه الخدمة عجبتني باسكو علاه نعاون بها روحي، باسكو السالير تاعي شويه ناقص، نعاون بها روحي وصايب روحي فيها والحمد لله. ما تخلي لكش فيد في بزاف، ما تخليش بزاف الفيد باش تروح للصوالح اللي مش ملاح من وهذه لا ليفريزون صبنا فيها ثقه مع الناس والحمد لله يا ربي، لقينا اقبال مع العائلات الله يبارك. عدد اليوم كان مميز ومختلف لأنه كلهم شباب صغار في السن عندهم حب كبير باش يخدموا في بلادهم وخاصة في ولايتهم الشلف، وتعلمنا منهم الكثير أنه مهما يحاولوا يكسروك ولا ما يمنوش بيك وبقدراتك ما تفشلش، يكفيك أنه أنت تامن بروحك وبفكرتك البسيطة وكمل للأمام وما تحبسش. كي بديت كنت مع سيبو ما عندي ولو الحمد لله، ما عندي والو، قلت انا واش راني حندير، قلت لك انا نشري دراجات نعطيهم انسان ما نعرفوش، هذا اسكو انسان ندير فيه كونفيونس، بالك سرق لي الدراجه الناريه، بالك يتعامل مع كليون كش ما يضربها ولا فيها مشاكل. اختي ماهيش حاجه سهله باش تبعث ليفرار للمنزل تاع اخت ولا منزل تاع انسان قادر يدب زواويه. خفت بزاف كيما نقولوا، خفت وصرا شغل بانيكيت، قلت انسان نعطي له ما نديش ندير فيه كونفيونس، نعطي له دراهم ما نعطي له دراهم. والحمد لله تلاقيت مع ناس ولات تشلف، ناس ولات فاميلا ما شاء الله تعاملوا معايا وناس كونفيونس وناس ثقه والحمد لله يا ربي. والحاجه قلت لك اللي خلاتني المشروع هذا يكبر كاين زوج صوالح، كاين التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، والحاجه الثانيه المصداقيه. ما من مد ميساج لي جان هادو باش يخدموا يعاونوا ان شاء الله، ومازال كاين الخير ان شاء الله بربي. ومام هادو اللي عندهم لي سالير قلال وصوالح كاين دي شوز هكا صوالح يخدموهم يعاونوا بهم روحهم ويزيدوا في السالير تاعهم. نقول شوف كان الناس بزاف يقول لك هذا انسان ما يخدمش، انسان يقول لك هذا صحيح كاين الناس بزاف شوف الثقه تاع الناس اللي خلاتهم الحمد لله. وكنت وين نروح نلقى انسان ما نعرفوش نلقاه يقول لي لطيف عبد اللطيف مرحبا بك تفضل، ناس دارت فيا كونفيونس، والناس بزاف صحابي سختو صحابي اللي عاونوني فاهم بزاف المعنويات، والناس اللي كانت تقول بلي ودي هذا الانسان ما يخدمش انسان ما ينجحش الحمد لله يا ربي راكم تشوفوا بعينيكم راني مخدم ناس. انا البليزير تاعي كراني مخدم ناس وديجان يخدموا معايا يجوا مخيم نروحوا طريق عوجه ولا طريق والحمد لله يا ربي. عددنا خلاص هنا اليوم، وكالعادة تقدروا انتوما تكونوا كيما عبد المومن، رانا هنا نرفقوكم لعالم الشغل، ما عليكم غير تتصلوا بينا وحنا دايما في خدمتكم. سلام. ان شاء الله بربي هذا المشروع تاع لا ليفريزون كيما نقولوا حنا يروح بعيد ان شاء الله، نكبروا المشروع الى اكبر، علاش لا نخدموا حنا بور لو مومون رانا خدامين غير هنا في ولايه شلف، علاش ما نولوش 58 ولايه، نكبروا المشروع تاعنا ان شاء الله ويروح بعيد ان شاء الله. انا ننصح الشباب باللي هذه الخدمه مليحه، واللي مخبي شويه دراهم ولا يقدر يشري موطو غير يبدا، ومازال الخير في بلادنا، واللي يخدم هنا في بلاده ولا في بلاد الناس كيف ما لا يقل يخدم هنا في البلاد ومازال الخير هنايا، وخدم وعاول ويعطيكم الصحه.